وبعتهم للحاج نعيم نقطه للعروس. روحي قولي للحاج نعيم متشكرين، احنا مش محتاجين نقطه من حد. يا بنت بطلي عبط، العروسه اكيد محتاجه اسبوع، وانت جوزك ارزقه على باب الله اكيد محتاجاه. امسكي بس امسكي بطلي عبط. بقول لك يا كوثر، روحي ادي للحاج نعيم الفلوس ديت، لان الفلوس دي هتجري لي الحاجات الثانيه انا مش قدها، وانا خلاص كلها يومين هكمل لاخر الشهر وهسيب الشغل، انا مش ناقصه قرف. من سمع واي قرف. طب بقول لك ايه والنبي يا عزيزي حبيبتي، لما تلاقي شغلي ما تنسينيش معايا. يا غزال يا غزال يا غزال، انت حلو في كل شيء حتى في خيال، بس يلا قولي يلا. هو حبك كل البنات اللي في المحل كده تاخد اجازه فجاه؟ انا عارفه يا اختي، الطقت في دماغهم فجاه يطلعوا رحله. بنات فاضيه رحله، يا بختهم. يا بختهم على ايه بلا خيبه. امسكي يا زوزي يا حبيبتي، انا عزمك على العصير. اي خدمه. انتي ولا اللي ما يتسمى؟ اخس عليك ليه يا بنت بتقولي كده، والنعمه انا اللي عزمك يا بنت، ده انا بحبك. اشربي اشربي. ماشي. بقول لك ايه يا وز، في بضاعه من امبارح في المخزن، ما تخش تجيبيها، خلينا نعلقها في الفاترينا. يلا يا حبيبتي. حاضر. ما هو اللي ما بيجيش بدهب المعز يجي بسيفه، وانا سيفه يا حبيبي. يلا عزة، مالك يا بنت؟ ايه اللي قطع لك هدومك كده؟ فين عزة مالك؟ اتبعك واشرب انت همك يا ابن الكلب يا نجم. انت تقتلني؟ ده حرامي وجاي يسرق المحل، ده فيلم بيعمله. ما تخلوش يجي هنا، عليك يا قلبي انا. اوعى يجي هنا وحياة امي افرجك. يا حرامي يا حرامي، ده طالب ايه كداب؟ ده اعتدى على شرفي، ده اعتدى بمراتي، ده راجل نجس. كداب ازاي؟ لما كل الناس دي شهدت انك كنت عايز تسرقه بالاكراه. مين يا باشا اللي شاهد؟ انا عايز اشوف اللي شاهد ده مين. وزميلة مراتك هي برضه كدابة؟ كدابة يا باشا، كدابة وبتستين كلب كمان. ربنا يسامحك يا جابر، والله يا باشا ما قلت غير الحقيقة، وبصراحة كده مراته هي اللي كانت بترمي نفسها على الحاج نعيم، وأنا ياما نصحتها وما كانتش بتسمع الكلام، والحاج نعيم راجل محترم زي ما حضرتك شايف. كلام إيه ده؟ ما تقولهاش والمال، أنا كنت عديت. حرام عليك يا كدابة وبتستين كلب، كدابة، كدابة وشغالة عنده. دي أعز صاحبتها، سرها كله معاها، هي اللي شهدت عليها. يا باشا ده حرامي، بص الواد عيني بتطلع حراميه كلها ازاي. يا باشا ده جاي يبتزني عايز يسرقني، لكن اعمل ايه، منه لله. يا باشا نعيم قدام الحكومه هقتلك واشرب من دمك. الله يسامحك. قدام الحكومه هقتلك واشرب من دمك. خدوا على الحجز، خدوا على الحجز من دمك يا نعيم. ها جابر ابقى اتمضمض يا ابني واستغفر ربنا عشان يتوب عليك. الواد ده خطر على الامن القومي يا باشا، فظيع، وخطر على الامن المحلي بتاعي. اوعى تسيبوه يا باشا. مفيش كلام، هحبسهولك. اتعسفت 4 سنين قضيتهم ظلومه في السجن. هو ده بقى نعيم اللي انت كاتب اسمه على رجلك؟ ياه. هو الراجل ده اسمه نعيم ايه بالكامل؟ نعيم حسن بدر. هو انت اللي قتلته؟ وشربت من دمه كمان. تعرفه ولا ايه؟ اه بس كمل كمل. احكي لكم يا حبيبي يا ابني، وحشتني قوي، وحشتني قوي، محدش يعرف عنها حاجه. يا اخويا انت من ساعه ما اتسجنت وهي طفشت ولا حد يعرف عنها اي حاجه، ده حتى الواد الغلبان ده ما فكرتش تيجي تشوفه. انا سمعت يعني ان في ناس شافوها في كباليه. ك
كباريه؟ والكباريه ده فين؟ كباريه ايه يا اخويا؟ بس احنا بتوع كباريهات ولا نعرف بتوع الكباريهات دول؟ استهدى بالله بس، هقوم بس احضر لك لقمه. اقعد. استهدى بالله. استهدى بالله ايه؟ انا مش هتاخد الماليه. لو قعدت سنه ادور عليها ليا. لو بعد سنه، لو بعد سنه. يا اخويا عشان خاطر ابنك، حتى عشان خاطري، استهدى بالله. متغلاش عليك، الليلة دي عندها طلعة. اه الطلعة بكام يعني؟ 500 واحد. طب اسمع، انا هديها 1000 احلى واحلق بقى ب 500 واحد. اذا كان كده مبروك عليك، طلعتها عندك الليلة. سهرة سعيدة يا باشا. ايه الراجل الغامض ده؟ كابر؟ دول فاكرين اني بعت شرفي عشان الفلوس. كنت اربي ابنك ازاي؟ مهما قلت له الحقيقه هيصدقهم، هيصدق انه مش مال وابو حرامي. وانت بقيتي ايه؟ بقيت شمال الشمال. طلع على الواد، ما تخافيش عليه، هيعرف ان ابوه راجل حافظ على الشرف.